الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية، الصف الأول، الفصل الدراسي الثاني، مادة لغتي. موضوع الدرس من الوحدة الرابعة، صحتي وسلامتي. درس اليوم أحبائي هو حرف الدال. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم اليوم أحبائي حرف الذال. حرف الذال هكذا يكتب، حرف الذال. وسنتعلم كذلك الأصوات القصيرة لحرف الذال والأصوات الطويلة لحرف الذال. كذلك أحبائي سنتعلم كلمات تحوي حرف الذال، ونتعلم تدريبات على حرف الذال. شاهد الصورة التالية أحبائي، صورة ماذا؟ ذئب. أحسنتم، ذئب. دعونا نكتب كلمة ذئب. ذئب، رائع. أين هو حرف الذال في كلمة ذئب؟ في أول الكلمة. نعم أحسنتم، ها هو حرف الذال في كلمة ذئب. ما هذه الصور أحبائي؟ الصورة الأولى صورة ماذا؟ ذباب. نعم ذباب، ذباب. أين حرف الذال في كلمة ذباب؟ في أول الكلمة. أحسنتم. الصورة التالية صورة ماذا؟ صورة جزء من حصان. أي جزء؟ هل هو الرأس أم الظهر أم الذيل؟ ذيل. أحسنتم، هو ذيل حصان. إذن هي صورة ذيل حصان. الصورة الأولى إذن هي ذباب، صورة ذباب. الصورة الثانية صورة ماذا؟ قلنا نعم ذيل، ذيل. شاهد كلمة ذباب، حرف الذال عليه فتحة أم كسرة أم ضمة؟ ضمة، رائع. وكلمة ذيل فتحة، ممتاز. إذن ذباب ذو ضمة، وذيل ذا فتحة، ذو وذا. تعودنا على الأصوات القصيرة، هي ثلاثة أصوات: ذا، ذو، ذي. ذا، أنتم رددوا معي: ذا، ذا، ذو، ذو، ضمة.